doctor, I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me, يمكن هودي اصدقائه لابراهيم. ايه، ما مرته للدكتور بتكون بنت خالته لابراهيم. ايه، صاحبة نجلة. ايه ايه، لكن ملعون، وعنده قرايب كمان. شو بتحكي؟ شو فكرتيه مقطوع من شجرة؟ ايه كتير عاد هيك، الدكتور بيفحص له ببلاش. اسكتي اسكتي، يمكن جايين يتدخلوا بالقصة. من تمني لدينة ربنا، ان شاء الله ان شاء الله يقدروا يصالحون ويرشقون لبعضهم، لانه بصراحه انا كثير تعبت. يا رب. هيدون وصلوا، هيدون وصلوا. ايه ده، عم بيضايق، شو بكون؟ يا ماما سامعين، افتحي انت لانه اجرينا ما عم توقف. اهلا. هاي سالي، كيفك؟ اهلا دكتور عدلي، سوري انه انا تاخرت، بس كنت مع الاولاد هيك تاخرت افتح لكم. مرحبا. تفضلوا. يلا تفضلوا. ميرسي. انا بوسوار. انا كنت انا بالصبايا. دخلك يا دكتور، هالعصب قتلني. خلص اسكتي، قلني لك مش وقته، دكتور جاي يعمل زياره ما جاي يفحص. دكتور عدلي، الماما اكيد تعرفها. اكيد ولو بس ما عرفتونا على الصبايا. خالتي فقسي وعمتي طحشي. شو هدول اسامي ادوية؟ اسمهم فقسي وطحشي. شو الاسامي الغريبة؟ من المتحف الوطني. بدك تقولي يعني هالاسماء اسماء قديمة كتير، بس بالماضي يا حبيبتي كان إلهم طني ورني. طني ورني، طني. اكيد كل اسم إله معنى، بس فيكم تشرحوا لي شو معاني اسميكم؟ ليك حبيبي، ما انا اسمي فقسي. ما وكلمه فقسي جاي من مشتقات كلمات الذكاء الخارق. ما فهمت. يعني لا تسكت، لا افسر لك. يعني بيقول المثل القديم، الديك الفصيح من البيضة بيصيح. يعني أول ما بتفقص البيضة بيطلع السوسي بيحكي. فهمت؟ انت خالتي سالي، بس ومدام كيف بتفسريها انت؟ أنا اسمي طحشي.
وكلمة تحشي جاي من أسماء الأشخاص اللي ما بيخافوا من معارك الحياة وبيطحشوا فيها وما بيتراجعوا إلا لا يوصلوا لهدف. تفسير كتير معقول بس نقول ما فهمتش. اسم المدام شو؟ أنا اسمي سالي. يعني اسمك سالي وعم تضحكي على اسمك؟ اسمي سالي مش سالي. يعني سالي جاي من كلمة ناسي، وناسي من مشتقات بالفصحى يعني طنيش، يعني بالفصحى اسمك طنيش. ونجلة اللي عم تضحك شو معناته اسمها؟ نجلة حبيبتي اسم نجلة جاي اساسه من المطبخ. انا اسمي جاي مصدره من المطبخ يا خالتي. ايه حبيبتي، لانه اسم نجلة من مشتقات المجلع. دكتور عدلي نحن عم نحاول هيك نعمل جو حلو حتى ما تحس حالك غريب انت وسالي. غريب هي غريب صحيح، في هيك شوية فرح ومعش وتعال، بس انا لا ما حسيت غير غريب، عشان هيك اتصلت فيكم قلت له جاي اسهر هون لنتبادل شوي الاراء، هيك نحكي لنا كلمتين على الهواء. بتحب نفوت لجوا؟ اي طبعا. بتعرفي لا ها هون دائما نحن عم الصبايا هون قدام العائلة كلها. اهلا وسهلا، كان في لزوم تعزمك يا اخي. هلا فيك. ضروري طبعا. ايه تفضلي. اهلا وسهلا. ميرسي. ايه تقبريني تعذبتي انت كلمتي يقول انا اعملهم يا تقبريني. لا ايه تفضلي عندي هيدي. ماما اعطيني الصيدلية عندي. خليها بايدك بايدك. ميرسي. هاتي هاتي بابا كلها. لا خلي لا خلي يا خالتي. تفضل. ميرسي. تفضل يا خالتي. ميرسي يا حبيبتي. تفضلي ماما عادي. هيدا كوبايه عصير. الدكتور عدلي عنده روشته كلام بده يحكيها. ايه كلنا سمع. تفضل دكتور. انا من مده قصيره عرفت انه حضرتك والسيد ابراهيم ناويين على الطلاق. احنا من زوين ناويين نطلق. غريب. 15 سنه عايشين مع بعض وناويين على الطلاق هيك بسهوله؟ من اول يوم زواج ناويين على الطلاق، بس راحت معنا هيك لوصلت الامور لهالحاله وصلنا لطريق الطلاق. طيب ونسينا انه حضرتكم جايبين اولاد؟ كنا كل ما نتخانق هو يجيب لي هديه وانا اجيب له ولد حتى كبرت العيله. بما انك اعترفتي انه اهلا وسهلا بالصبايا. اهلا وسهلا بالصبايا. بما انك اعترفتي انه في عيله، يعني انت والسيد ابراهيم ملك العائلة مش ملك انفسكم، لذلك انا بتقول انه لازم تعيد التفكير بالموضوع وتاخد قرار حكيم. مظبوط. عكل من هذا قراري وما بتراجع عنه. يعني ما راح تتراجعي؟ دكتور بدك مين يفهم الكلام اللي حضرتك عم بتقوله؟ ماما. ماما الدكتور كشف المرض ووصف الدواء، شو بدك قله؟ غلطان نجلة؟ بدك يا امك تعبر عن رأيها. يا اخوي. يا دكتور بقولوا يا اخواتي يا حكيم. يا اخواتي انا جاي ساعة خير، يعني هالمريض قبل ما يستفحل في المرض بعد فينا العلاج. المثل بيقول درهم وكي خير من قنطار علاج. درهم وكي خير من قنطار علاج. ايه بس مش ناجحه انا. عكل دكتور عدلي انا بشكرك على هالموقف وهيدا قرار مكتشف. يعني ايه هيدا قرارك النهائي بهالموضوع؟ لحد هلا. دكتور فكرنا دخولك على القصه رح يحل القصه. ولو ما سمعت الست. الست سكرت الباب من الاول. لانه الحكي اللي حكيته حكيناه نحن من قبل. وشو بده يكون الحكي؟ لازم تحكي حكي جديد. وكيف بيكون الحكي جديد؟ دكتور. نعم. اذا انت صديق الطرفين. واضح. لازم تلفها بشعره وتجيبها وتلقطه من رقبته وتجيبه وتعطيهم انتيبيوتيك الحب وتصالحهم مع بعضهم. ها؟ كيف؟ دخلك يا عمتي انت رح تموتيني. برضو هلا اطمنت، طالما في هيك منطق بالعيله اكيد نجلة رح
تلحق المنطق. وانا ما بيغزوني عندي مريض بده زور شوي. لا بتشكرك على هالموقف. بتعرفي يا سالي جوزك ما خلي لي مجال احكي انا وياكي. عفوا بكره بترجع الايام وبنصير نحكي مثل قبل وبتحكيني كلنا على جنب. يلا بالاذن. بالاذن. تفضلوا. كنت عم تسالينا عن العصبي. حب العصبي. بدي نبهي ابراهيم تعرف على وحده لافه على الست الجديده ويمكن تاخده منك. شو؟ مين هيدي؟ ما بعرف بس سمعت انه بزيت البنايه معه يعني جارته. لحق يتعرف على سكان البنايه. منه محامي. حدا بيقول لك محامي؟ سالي. لحظه. سالي. لك لحظه. سالي تاخرنا حياتي. لحظه. اسمحوا لي يا صبية. الله معكم. بابا مع السلامه. عيدوها. الله يكثر من امثالك. رجعوا. تسلم لجعله. كيف شفتوهم؟ هو بصراحه منيح بس الست مرته عملت لي حالة بتفهم بكل شيء وهي ما بتفهم شيء. ليش وهي حكت بالاول اذا بتفهم ولا ما بتفهم؟ هاي دغري بتحكي عن المرأة؟ ايه يعني شو بدي اقول لك يعني هيك بصراحة ما عجبتني ما حبيتها. ما عجبتك وما حبيتها بس لا. هيك تحكوا عن الناس يعني. بدك لدغري يا عمتي؟ نعم. احلى ما في الناس هو الحكي عن الناس. انا فيك عقوبتي. ايه باي باي. الله يكبر لك عقليتي. نعم شرفنا على المكتب. اهلا وسهلا فيك. ايه انا موجود. نعم. شو بك يا دلي؟ يا دلي شو بك يا مرعوبه؟ في ست برا عم تسال عنك. بتخوف؟ ليه بخوفتي؟ بتخوف اكيد بتخوف يا استاذ. حكيها بخوف مديرها بفزع. كلها بتفزع. يعني بنطلب بوليس؟ لا استاذ لي طالبه تشوفك. قالت لك اسمها شيء؟ ايه قالت اسمها شو؟ اسمها نظله. بس يا استاذ انت نظلة تايتانيك. هيدا لا ما تخافي مني. هيدا نظلة كويس كثير بس هيدي عندها فونسيون. انا بزمان كنت بستاجر عندها اوضه وما رحت لهلا ما رحت. لكن بقول لك فوت. لا اسمعي ليلى. ليلى الاستاذ عم بيشرب قهوه. ايه؟ وقت اللي بيشرب قهوه ما بشوف حدا. قولي لها هيك يعني بدك فنجان قهوه؟ لك لا قولي لها هيك لان بزمان عملت معي هيك. حاضر استاذ. ازيحي من طريقي حزمه كثير مثل الحسكه بالزلعوم. اهلا مس نظله. يا اهلا. شو استاذ ابراهيم انت عم تتهرب من وجهي ولا ما بدك تشوفني؟ لا يا حبيبي اهلا وسهلا فيكي ولو ستنزل شرف ارتاح. روح بطل. يعني كيف بدك اياني ارتاح وهالشربوع اللي برا ما خلتني فوت؟ دخيلك بتفوزي هي ما خصها. الحق علي انا قلت لها ما بدي استقبل حدا لانه عندي قضيه وبخلص. عرفت كيف؟ شوف استاذ ابراهيم. نعم. لازم تعرف شغله. نعم. انه انا الست نظله ما بيتسكر بوجهي الباب ولا بنطر على الباب. مزبوط. انا بي بزمانه كان ينطر كل الناس على الباب ويوقف هيك يوقفهم بالصف لحتى يوزع عليهم مصاري. ليش كان بيك برشح على النيابه؟ لا بيي كان موظف بنك. عشان ترجع علي اذا بيك موظف بنك انا بيي كان يطلع نواب وينزل وزراء. لا بيك كان يشتغل بالسياسه؟ لا كان يشتغل على الاسانسير. شو عنده؟ مدام بيك طلع مثل بيي عشان نتمرجل على بعض. عشان نتمرجل على بعض؟ لانك فاتي علي بطبل وزمر وفكرك تكليلي راسي بصوتك العالي. ما هيك؟ لا يا عمي. شو؟ بشرفك استاذ ابراهيم اذا انت بتعز شخص وبتحب تشوفه وبتحب تنفعه. حلو نفعه. ايه تنفعه. وقالوا لك انطار على الباب ليخلص قهوته. بتزعل ولا ما بتزعل؟ ما بزعل لانه حضرتك بزماني يا ما وقفتيني ساعتين وثلاثة لحتى حضرتك تخلصي قهوة وتشوفيني. نسيتي؟ عملتها وحدة بوحدة؟ يعني وحدة والبادي اظلم يا بادي. لا صدقني استاذ ابراهيم انه انا ما بعملهم قصد بس انا لما نفيق الصبح ما فيني احكي مع حدا ولا اتفاهم مع حدا الا لاشرب قهوتي والظاهر انت جيت بهالوقت. فهمت عليك. في كثير ناس هيك على فكره. على كل نفق لك عندي مفاجاه. بشرفي؟ ايه هلا بتشوف. اكيد جايبت لي مليونير حتى ارفع له قضيه اكيد. لولو يا امي نظلة ليه ضعفتي هالقد؟ شو معرفتها؟ عرفتها؟ طلع فيها لشو؟
طلع هيك اكثر؟ يا حياة قلبي كاني شايفها بس وين ما مذكر. اعملي له شي لفة حتى يتذكر. هلا عرفتها، شايفها بالتلفزيون. مش حضرتها بتكون لولو هزو؟ هي بزيتها خسرة اليوم عزو. ما دام عرفتها لنفوت دغري بالموضوع. يلا. الست لولو عندها مشكلة كتير كبيرة، وأنا قلت لها ما إلك إلا المحامي إبراهيم المحامي. لك دوبرين يا راجل، مستعد تحل لها كل مشاكلها، كل مشاكلها. بس قل لي شو القصة؟ شو القصة يا ابني؟ احكي له القصة وأنا متأكدة إنه بيربح لك القضية وبيرجع لك حقك. أنا حبيت مثل ما بتحب كل الناس، بس المشكلة إني حبيت شاب أخذ لي مصرياتي وتجوز غيري. ليك البلعوم؟ أخذ لي مصرياتها وتجوز غيري؟ بحبك يا أستاذ، هيدا اللي صار، وأنت مثل ما بتعرف إنه أنا مصرياتي طلعتهم من عرق جبينة. ونعم العرق، ونعم العرق. كملي كملي عم بسمعك، كملي. سفرت على كل بلاد العالم ورقصت وتعبت وبعثت لهم مصريات على اساس انه يشتري لي بيت حتى بس ارجع نتجوز ونقعد فيه. لا لا، البنت متاثره، فيك تكملي القصه انت لانه حقيقتها مشوقه. ولما رجعت حزر شو لقيت؟ حزر؟ حزر؟ شو؟ حزر؟ لقيت انه الشاب مشتري البيت وكاتبه باسمه. ليك الواطي، ليك الواطي، مثله مثل بعض الشباب الواطيين بالايام اللي عايشين على مصريات النسوان. اخذ مصرياتي ما زعلت، بس يتجوز غيري وسكنها ببيتي؟ لا ما بسم. بس يا قلبي انت بيظهر طولتي بالسفر من هيك. كل اللي غبتهم سنه لقدرت جمعت حق الشقه ورجعت. بجوز يعمل معي هيك؟ بجوز؟ لا ما بجوز ابدا، لا ما بجوز ابدا، لانه القصه فيها هزه بدن، هزه بدن. ما بجوز. وتصور بس رجعت على البيت قام دشرني منه وطلب مني انه ما بقى ارجع. بجوز يا استاذ يعمل معي هيك؟ بجوز؟ 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 انا اتعذب كل العذاب وانت ساكته، احكي لي الكلمه. لا ما بيجوز. احكي بالعربي المشبرح انه الست لولو واقعه بضحيه نصب واحتيال، وانا متاكده ما حدا بيحل لها قضيتها غيرك. خلص انا بحل لها القضيه. شرف 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 شرف. ذلك المصريات اللي كنت تبعتي له اياهم انت معك وصل فيهم؟ لا ابدا ما معك وصل. طيب معك وصل من البنك اللي كانوا يوصلوا المصريات؟ لا انا كنت ابعتهم عن طريق اصحابه. يعني اصحابه كانوا يسلموا اياهم بالايد؟ نعم. طيب اصحابه اذا طلبناهم للشهاده بالمحكمه بيشهدوا معك؟ لا ما بعتقد، لانه اصحابه ما بيشهدوا معك. صعب، قصه صعبه كثير، صعب. استاذ ليش عم بتصعبها هيك؟ يا حبيبي عم صعبها لانه القصه كثير صعبه، لا مع ورق، لا مع اثبات، لا مع سندات، لا مع وصل، لا مع شيء. بعدين هاي القصه حتى نربحها بتتكلفها شوي زياده. يعني بحدود قديش تكاليفها؟ يعني بحدود، بحدود 20,000 دولار. شو بك يا صفران؟ ماشي ماشي، بهزي واحدة بتجيبه. قومي قصي له شي رقصة بركي بنزلنا السعر. تقولي وحياة نظلي، وحياة نظلي، القصة يعني بتكلف 15,000 دولار، كرمالك، كرمال نظلي. هزيله أكتر. شو تستاذ احكيها عم بشوفك انا، احكيها احكيها احكيها. عم بحكي معها. عم شوفك انا، عم طلع فيك انا، وين جايب انا؟ وين هي وين انا؟ بردون بتوزيني بردون. شو يا حضرة المحامي؟ يعني
البورصه لحد هلا سكرت على 10000 دولار. منيح مشي ماشي حالك. تلحلحي لك شي شوي انت ورقصي له رقصه غير شكل. شو بجنن يا هو؟ استاذ ابراهيم قديش رسيت البورصة؟ وحياة نظري وعيون نظري، يعني اقل من 5000 دولار فرنك؟ لا خلص اوكي اتفقنا. اتفقنا؟ بس أنت المحاكمة بدنا نشوف القاضي امتى بهز بدنه وبعين لنا جلسة. يعني خلص هلا بعتبرك محامي الخاص؟ اعتبريني محاميك الخاص، اتكلي على الله وعزود الست تايتانيك. استاذ ابراهيم؟ نعم. ست لولو اليوم عزمتك على سهرة غير شكل بالمحل اللي بتشتغل فيه. بشرفك اليوم؟ اليوم؟ ايه بس بدك تطمنها تربح القضية ولا لا؟ والله حسب الرقصة، حسب الهزة. إذا كانت الهزة حلوة بنربح القضية، إذا الهزة مش حلوة يمكن نخسرها، حسب الهزة. لا أكيد حتربحها. الله يهزك، الله يهزك. بردون بردون. ألو. ألو بابا. إيه هاني حبيبي بابا، إيه عم بسمعك، إيه. شو؟ مبين لما جيت تاخذنا ولا نسيت مثل العاده؟ لا سوري بابا، اليوم ما حفيني اجي لانه عندي اجتماع بالجبل وطالع على الجبل، عندي اجتماع مع جماعه. اجتماع مع جماعه ولا مع ست؟ لا اجتماع مع جماعه، وهدول كلمات امك بلاهم، فهمت؟ طيب اوكي فهمت. بلا ذوق مثل امه، سكر الخط بوجهي. اتوزولي دخيلكم دخيلكم. نحن بدنا نستأذن. الله معك نظلي، الله نظلي، الله معك، الله معك نظلي. هون نظلي هون. يا حبيبتي انت، يا حبيبتي الله معك. اذا بلتقي عشية يا حبيبي بدك تكون كويسة. يلا باي. وين رايحة طبعا؟ وين رايحة؟ شو شو؟ بدك بدي اشكرك على الهدية وعلى المفاجأة. ايه اكيد غيرك كثير كمان حيشكرني. لك خلينا ياكي يا ماما نظلي. بصي يا ماما نظلي. انت بتعرفي ترقصي كمان؟ ايه طبعا استاذ. خلص ربحنا القضية. تعالوا لهوزة اللعبة يدكم شطم. شو كنتوا عاملين عم تلعبوا بالماي؟ لا خيك افتكرني السيارة وغصرني مثل ما انك شايفة. ايه بس رجعت نشفت له تيبو. رجعت نشفت له تيبو؟ بشو نشفت له تيبو؟ دورت سيارة جبت له تيبو حطيته لحد الاشكمون. مظبوط مظبوط بلا فكر انت. لك 100 مرة صرت اقول لك بس تحكي معي ما تعيط علي. ودي اصبعك. زعلت؟ لا حبيبي ما تزعل، خيي انت حبيبي. ليكم بدي اطلب منكم شغلة ساعدوني فيها؟ نساعدك. خلاص؟ خلاص. ما مش ماشي. شو بدك تسمع؟ عشان في شغلة بدنا نساعدها فيها، ما مش ماشي. كيف بدك تسمع أختك؟ إذا ساكتة وما عاد تفكر. يعني هلا هي شابتي ما عم تحكي شيء. ايه ساكتة. أنا أقول لك أنا خفت فكرت نيبة وشيء. هاي انت شو بدنا اسمك؟ شو بدك تحكي؟ احكي باساس بدها سيادك احكي. عم فكر. ولو يا اختي الست اللي بتفكر بتطلي. طلوا قصدك اللي بتفكر ما بتتجوز. لا ما تزيدني انت، ما تزيدني بس احكي. خلص اسكت. لسكت امك. وطي صوتك. لك يا عم اسكتوا بقى. انا بطلت سيادك حل عني. وانا كمان. لا 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 ولا ولا حبيبي خيي حبيبي خيي. معقول تزعلوا مني انتو؟ تزعلوا مني؟ لا. طب ليكو شو رايكم نقعد وخبركم القصة؟ اوكي اوكي يلا لهيك رح نقعد. الله يسعدنا على هالاخوة. قعدت الله يلا
شو عم تعطينا بونبوني؟ بدك تعتذري. مظبوط. طيب انا بعتذر. اعتذارك مش مقبول. وكيف بيصير مقبول؟ لو تشيل كل واحد منا بشي 20 دولار بيمشي الحال. ايه والله فكره. ايه؟ ما في تخفيض؟ لا ما في تخفيض. ولو معنا اختكم. بعد كلمه بتدفع السعر. طيب 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 انا بامركم، انا بامركم. برافو يا هيدي إلك؟ يسلم. وهيدي إلك؟ أه؟ هلا صار فين اسمعلك، اتفضلي. ليكو مثل ما بتعرفوا إنه إبراهيم عنده بيت جديد. إيه عرفنا مزبوط. وبنفس البناية اللي ساكن فيها في ست عم بتحوم حواليه وبتزوره. بدي منكم تراقبوا البيت وتفوتوا تخربطوا له كل اللعبة وتهربوها، شو فهمتوا؟ هيك يعني هي فكرة انه تاخد محلي. ايه هي هيك فكرة تكون حواليه يعني بس. ايه طلو شو حال؟ بس هالمهمة فيها مصاريف وبتكلف كتير. مجبور. ايه شو فيها مصاريف بتكلف كتير؟ ايه يعني بتكلف ولو معنا اخ بس خلص المهمة تقبضوا مبلغ حرزين. ايه برافو لك. يعني هيك شو شو هيك صار فينا نتجوز يعني. بدك تتجوز على حسابي كمان؟ ايه اكيد اختي، شو بكي ما بعده خلو قايل لك انه المهمة صعبة، بعدين بدنا نقضي طول الوقت، كل وقتنا بدنا نقضي نايمين على الطريق، ما بدنا نراقبهم، بدنا نشوف أي ساعة بيطلع حضرته، وأي ساعة بتطلع حضرتها، شو بكي يا اختي والله بتكلف يا اختي والله بشعر الكلفة عطينك إياها. يلا خلص دعينا بالتوفيق مش الحيل. يلا ماشي. عمالكم عمالكم. شو؟ بتعرفوا العنوان؟ لا. تفضل. هيدا العنوان. ايه هيدا عنوان شو؟ عنوان البيت. اه بتجوز. ايه بيت. طبعا بيت ابراهيم. لك عم يعمل نحكي. خلاص مش هيدا انا لوين؟ على البيت عم بتجوز. شو بك ما اخذنا العنوان رايحين ما تاخرينا. اخ معه حق ابو نجيب، طمع الخير اقوى من طمع الغريب. الو اهلا دولي كيفك حبيبي؟ ايه وصلت على البيت طبعا. ايه صار نص ساعة واصل طبعا وناطري. لا لا ما تخافي مفضي لك كل الجو وحياتك انت، حتى اولادي ما حيناموا اليوم عن بيت ستهم، ما حدا حيجي. لك الليلة إلنا ولو؟ ايه طبعا. يلا ناطري اطلعي بسرعة قوام. يلا مشتاق لك يا قمر. الله معك. لك الليلة ليلتك يا برا هون. اهلا بالجارة. اهلا تفضلي تفضلي. سامي يا جارة سامي. لك اهلا نورتي البيت. بتصدقي لو عارف انا بالبنية في حلوة مثلك كنت اجيت سكنت هون من زمان. وين الولاد؟ مين؟ مش سامع عجقتهم. ما قلت لك على التليفون انه انا الولاد اليوم زرتوا عن بيت امهم. صدق شرف يا ريوك. شرف صدق. ورني ورني الله انا شحاله. شرف شرف. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا فيكي. فيك مبسوطة؟ ليلي لشو عم تعيط للسهرة؟ لك حبيبي مشان تعملنا كيس هيك مشان تحلى السهرة انا وياك هيك ونفرفش. سبق وسألتني وقلت لك اني ما بشرب. اذا بدك تطلب لي اطلب لي فنجان قهوة. نو لك قهوة للنهار قهوة لليل. انا بحب القهوة بالليل وبالنهار. طيب مثل ما بدي. نعم قلمي. ليلي اثنين قهوة إذا أمرتي. كيف بهبة؟ هبة مثل جارتنا مثل دولي. أوه مرة. وقت الأمر صار ما سيفتيها مرة وليه؟ جيبها حلوة حلوة. أوام ركض. معقول. هاي البنت عندها تمييز عنصري. عرفتي كيف؟ أهلا وسهلا فيك. ليلي شوفي مين على الباب. ليك ومين ما كان أنا مش موجود. مش موجود ابدا. حاضر. اوكي. لا ما تخاف في حدا. مين هو؟ انت عاطي موعد لحدا؟ وحياتك معقول تجي انت وعاطي موعد لحدا ولا حدا؟ شلون عم بلدون بالبيت؟ هذا بيت شهرنا. سهرة؟ حبيب قلبي سهرة؟ بدون بوس بدون بوس. ايه بدون بوس. شو قال انطلع على البيت؟ معقول تنطر اخوات مرتك على البوابه؟ ما تغزلي ما تغزلي دخيلك لان بعدها ليلي ما بتعرفكم. عرفت كيف؟ ما بتعرفكم. ما بتعرفنا؟ لا. وشو ناطر حالك تعرف علينا؟ حاضر ليلي حضرتهم بيكونوا اخوات مرتي بس يدقوا الباب
عرفت كيف بتقولي لهم فضل بفوتوا. تفضل تفضل. فضلنا. يلا روحي 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 جيبي قهوة. روحي جيبي قهوة. ليكو تروحوا معها على المطبخ في أكل طيب. لا حبيبي معلش أنا هلا مش جوعان بعدين فوت لوحدي. وأنا جيب لي ساندويتش سبيسيال وجيب لي لهون. ساندويتش على قد بدك؟ إيه طيب سبيسيال. جيبي لنا اثنين قهوة قلنا وساندويتش سبيسيال له. إيه بسرعة. لحظة معلش. ليكو شوفر خليها تجيب لي شي بارد على الطريقة. بارد؟ إيه يدر ولا يفوت يعني. إيه طيب. ليك وبارد لهالبارد. اوكي يلا وين بسرعه وين 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 شو عم تصيبي هاي ليك شهر؟ نعم لو ما عرفنا على الست ولو حضرتك بتكون دولي جارتي بالبنية شرفنا مجوزة؟ لا تمام تتجوزيني؟ لا مش تمام لا لا طب ليكي جوزي خي خلو ليكي خي خلو حلو ليكي سوري مخطوبة استاذ ابراهيم حبيبي شو قلت لي اسمهم اخوات مرتك؟ ولو بتعرفيهم بسامع فيهم هون العبقري خلو والموسوعة الممتازة طلو شو جابكم الليلة بلي شو جابكم؟ مرتك شحطتنا من البيت أنا وعمتي وخالتي قالتنا نروحوا دوروا على بيت تناموا فيه. هجرتنا يا سهر هجرتنا ونحن بقالنا غيرك وين بدنا نروح؟ ما بدك تروح تروح روحك ما بتعرف ما بدك تروح طلعوا ناموا ببيت الجبل. بيت الجبل؟ الجبل؟ ما بعت لنا إياه كمان حتى اشتري ترمبة بنزين عم تشتغل فيها خلينا يا عمي. مدام عم تشتغل بترمبة بنزين؟ عجبك؟ وحياتك أنت امبارح رح تعرفي. صحيح انا بستاذن بدي اعمل تليفون لا لا تليفون يا حو تليفون هون تفضلي 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 يلا جايين احنا ايه ما تخافي ما تخافي لانه اذا طولت علينا رح تبيعنا لنا كمان لك ان شاء الله يبيع الله بالشهر الاحد بالشهر بنروح خدها من عندنا وريحنا منها ما اخذها وين بدي اخذها ولما نحن مطلقين وين بدي اخذها وين باخذها؟ واذا مطلقين شوف بقى لك مون عليها يعني؟ لك هدول شو مجانين لك هدول شو مجانين مش معقولين انتم ولا اذا وقت اللي كنت مجوزين ما كان لي مون عليها هلا بعد الطلاق بصير لي مون عليها؟ ايه شهر شو بك؟ شو لك؟ شو؟ شو ضعيف الشخصية؟ شو لك؟ مظبوط ما خذت كل رجال ها ليه بدي احتجبتوا لك كبكم من هون من عند الرنده هلا اسكتوا يا اسكت اسكت بتكبنا كمان انت كبكم على الطريق ايه عال عظيم يعني بتكبنا على الطريق بصير انا وخلو وامي وخالتي وامتي كلنا على الطريق شو؟ هلا العائله كلها على الطريق؟ لك ايه كلهم على الطريق كل العائله على الطريق؟ ايه ولا شو عم يعملوا؟ ايه عم يشحدوا يا زلمه عم يشحدوا؟ ايه شو عم يشحدوا؟ عم يشحط تخت يناموا عليه روح ان شاء الله بتناموا بجهنم الله يصفى عمركم بخيك بتغزيني بس خمس دقايق بتخلص منهم ايه قلبي مدلع يا حبيبي حبيبي قلبي من لحظة والله يصفى عمركم ولاد؟ ايه ولادي شو صار فيهم ولادي؟ ولادك؟ وين ولادك؟ ولادك ضربتهم بالحمام مين ضربهم؟ من مرتك ودهنت على دناهم لبن ودهنت له دناهم لبن؟ ايه ليه دهنت له دناهم لبن ليه؟ قال مش انا يكلون الفيران الله يبارك لك عذراي انت وياك وياه الله يقصف عمرك على عمره على عمر اختك على عمر خالتك على عمر امك على عمري انا مبسوطين هيك؟ مبسوطين هيك؟ مبسوطين انا بستاذن بشوفك مره ثانيه لا حبيبتي وين بدك تروحي لحظه 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 حبيبي هلا هدول شباب شباب زوقين هلا بيروحوا ما هيك؟ مين بيروحوا؟ نحن بنروح لك يا سهر حبيب قلبي ما جايين نام عندك نحن شو بك؟ نام هون؟ هون؟ ايه جايين نام هون بعدين ما يمكن امي وخالتي وعمتي اذا ما لاقوا حدا يشحدهم التخت لك ما لاحقين لهون لا الله يصف عمرك على عمره وين بدهم يناموا عندي؟ ما كل اللي عندي هون اوضتين نوم ما هيك؟ ها بتعرفهم؟ ما تترهم خلص لقيت الحل يلا بيناموا عند ست دول يا جماعة لا سوري يا جماعة انا عندي ناس ولازم استقبلهم مستأذن الله معي الله عمركم لا اصبر بس وين هي دخيلي الله يكرمك ما في حكي ما في خير خير ايه معلش الله معي الله معي رايته الله يقطف عمرك لشو نمتوا
لنمتو؟ ليه؟ ليه؟ مش أنا لنمتو؟ مش أنا لنمتو؟ ايه نمتو هو جاي تناموا؟ هو بدنا ننام ناموا مش هننام فوتوا ناموا جوا فوتوا ناموا جوا خلص يلا روح موجي روح بجوا يلا وين؟ أنا ما فيي نام أنا جعان يا سهر أه ما أكلت بعد؟ لا ما أكلنا ليليه؟ أنت أكلت؟ لا بعد ليليش؟ نعم أمي حرامي ظلام تشغل فيك هلا بيتك انا بيتك على الليل نحس الجرد من اولها نو 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 معلمي ولي من ساعه طلبت منك اثنين قهوه وصندوي شوي نو نو بان نو كبس نو كبس نو بان نو بان نو بان نو عم تحكي شو عندك كان عندي بيض ايه منيح منيح انا بدي 10 بيضات مصلوقين ايه تمام بس كمان 10 ايه 10 لا وانا كمان بدي 10 بيضات مشويين الله يشوي ويشوي روح افركي وين وين روح اشلي شوي لي تاكل ايه؟ انا فايت نام اللي بيزعجني منكم بدي اقتله، بدي اقتله الليله واخلص منه مفهوم؟ ايه, ايه؟ انا فايت نام الله معك الله يقصف عمركم على عمر هيك ليله على عمر هيك عائله ايه حبيب قلبي الله لا لا معك بس انت كمان هون ولو ما في مرحبا مرحبا شو بكل ده اللي مطرديني مثل ما بتسالي بتطرد الفاره كيف فتي لهون دقت الباب فتحت لي صاله قلت لها انا مرته قالت لي تفضلي تفضلت والله اي نعم وشو عامله بعائلتي اي عائله عائلتك اي عائله خلوا طلوا نايمين عندي جوا امك وعمتك وخالتك نايمين على الدرج وانت هون شو عامله هون كيف فتي لهون شو جاي تعملي هون على اهلك علي جاي بارك لك بالبيت الجديد والله واللي بيجي ببارك بالبيت الجديد بيجيب معه اهله ولا بيجيب معه هديه لا بيجيب معه هديه وين هي هديتي هيدي الهديه يا اي 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 يا امي شو الكابوس هذا شو الكابوس يا عمي شو هي بهرب منها بالنهار تطلع لي بالليل اف لح 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 ادعان الولاد فيكم تاتيانا صباح الخير صباح الخير استاذ صباح النور شو وجهك ما عجبني اليوم بك شيء اخبار الصحف يا استاذ بتزعل شو في خبر زعلك شو هو الخبر بدك تسمع اي طبعا لا ازعل معك ولا اسمع حكمت المحكمه بالامس بفسخ زواج الاستاذ ابراهيم المحامي والسيده نجدة دلوعة وذلك تحت رغبتهما وقضت بطلاقهما هي هذا خبر بفرح بزعل بفرح هذا خبر بفرح يا استاذ طبعا بفرح انا عم فكر بالولاد يا استاذ حرام والله حرام يا استاذ انا حاسه معهم لانه انا وقت كنت صغيره عشت نفس الماساه وقت اللي طلقوا الماما والبابا خلصي عند اذنك ايه كمل الخبر جوا ما حدا بفكر الا بنفسه بونجور اهلا مدام تفضلي حضرتك السكرتيرة الجديدة؟ نعم حضرتك السكرتيرة القديمة ما فهمت أنا كنت أشتغل هون قبلك بالمكتب وليش تركتي؟ صدفة ظروف عائلية الأستاذ جوا؟ أي نعم بتحب تفوتي؟ ما عنده حدا؟ هو حاليا ما عنده حدا بس بعد شوي عنده موعد طيب بليز بتقولي له جميلة هون؟ جميلة استاذ جميلة هون وينها 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 بردون مدام بردون وينها جميلة وين جميلة وين بردون في ست اسمها جميلة وينها 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 استاذ ولا قوي مسيتني يا طبريني هيدا انت
معقول عندك هالجمال وخايفه جمالك عني طول الوقت؟ معقول؟ استاذ ما كنت جاي اعرض جمالك، كنت جاي اشتغل. طب معقول ست عندها الشعر الحلو وهلكتنا بالجدايل ام الجدايل؟ كانوا حلوين. حلوين كثير بجننوا. باردون، نسيت اعرفكم على بعض. تاتيانا سكرتيرتي الجديده. وحضرتها جميله السكرتيره القديمه. تعرفتوا على بعض قبلي؟ تشرفنا. المكتب اشتاق لي، الكرسي اشتاق لي، التليفون اشتاق لي. تفضلي تفضلي على المكتب. عفوا عفوا، تفضلي تفضلي تفضلي. الظاهر مش بس المكتب اشتقنا، هو كمان. نعم استاذ. اي نعم، القهوة على النار. استاذ صحيح اللي سمعته؟ حسب شو سمعتي؟ سمعت انه حضرتك ومدام نجلة طلقتوا. فعلا هيك عم تقول الجرايد اليوم. ظاهر الوعود السابقة كلها ما ظبطت. بصراحة جميلة، الإزاز بس ينكسر صعب كتير ترجع تصلحي. صح. طب والولاد شو عملتوا فيهم؟ الولاد عايشين معي، عايشين معي أنا. وين معك؟ هون بالمكتب؟ ليه بالمكتب؟ عايشين معي ببيت جديد. اشتريت بيت جديد، مبروك. طبعا، لأنه من بعد ما طلقنا تركت لها البيت حتى أخلص دخيلك. أخلص خلص. هي ظاهر هالمرة لسا عن جد؟ طبعا عن جد، لانه هيك اريح لها، اريح لي، اريح للولاد. سوري ما بعرف شو بدي اقول لك. ما تقولي لي شيء، لك سمعت صحيح انك انت رجعت تتجوزي كمان؟ ما بعدك عم تقول يا استاذ انه اللي انكسر صعب كثير يتصلح. يعني اشاعة. على فكرة سكرتيرتك الجديدة حلوة كثير. عجبتي؟ هي فعلا حلوة، حلوة وذكية وشاطرة كثير. بس صدقيني وحياة جميلة. يعني محلك ما في حدا ابدا. زبطتها. ضلي جميله. بتعرف استاذ اشتقت للولاد. لك انا اشتقت لك اكثر، على كل حال هلا بتشوفين للولاد. جايين لهون؟ لا لا، هلا بيجوا على البيت. بتروحي بتباركي لي بالبيت وبتشوفي الاولاد. اوكي. تفضل. سيبي شعرك شوي يا حبيبي. شي حلوينك كمان، تسلموا لي. استاذ عفوا تفضل، هيدي القهوة. ميرسي كلك ذوق. استاذ الاولاد تلفنوا وقال لك وين وصاروا بالبيت. وصلوا على البيت؟ نعم. جميلة، لك اشربي قهوتي نروح نشوف الاولاد. لا هلا بنروح نشرب القهوة بالبيت، أكيد أطيب. إيه ما هي عندي سيدي. تفضلي 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 تفضلي. ما عجبتها القهوة ست الحسن؟ وحده وحده حط ايدك بلغش خلص ما بدي العب ما بليز خلص. ايه مرحبا شباب. اهلا اهلا بابا. شو ما جاي ابن قدام ابن ورا؟ مين قال لك ما جايب لك معي شيء؟ مين قال لك؟ مبين من ايدك الفاضيه. لا جايب لكم معي شيء. شو؟ شيء بيتاكل؟ لا لكن لعبه كمبيوتر كمان. لا لكن لعبه تفتح وتغمض. انا جايب لكم فعلا لعبه حلوه، بس لعبه جميله واسمها جميله. كيفك يا حلوة؟ طبعا تفضلي تفضلوا تفضلوا عدوا تفضلوا تفضلوا ارتاحوا تفضلوا. سهلا اهلا. تعال حبيبي تعال تعال منورتنا. تعال حبيبي تعال. شو انبسطتوا؟ انبسطتوا بجميلة؟ عم ميرسي كثير على الزيارة حبيبتي. اشتقت لكم. شو هالشعك الحلو؟ ميرسي. شو هالطول الحلو؟ شو هالتيب الحلوين؟ هي 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 ميرسي. عيب هالكلمات مش لعمرك معتادة. البابا علمني انه الله جميل وبحب الجمال. مش عيب تعلمه، بحطه صغير. وعي صدقيه وعي صدقيه، انا بعلمه هيدا بيعلم 10 مثلي. ما تبقى ثاني مره تكذب وتقول بابا هو اللي علمك. ايه البابا علمني شوي، رفقتي علموني شوي. سامع بابا؟ سامع بدايتك؟ سامع. هاني هو رفقاته بالمدرسه عم بيحكوا عن البنات. ليش انتوا دخلكم ما بتحكوا على الشباب؟ هذا شيء طبيعي يا ولادي يا حبيبي، بالمدرسه كلها بنحكي على بعضنا، كل الاولاد بيحكوا على كل الاولاد. يلا هلا افركوها لانه طول جميله بدها ترتاح شوي. يلا افركوها. هلا برجع بشوفكم. يلا وين؟ وانا في دن هون؟ لا حبيبي انت بتلحق اخواتك على الاوضه.
جميلة متركة لوحدها؟ لا أنا هون أنا بصليها. يا عود معها اسمعت عليك وعلي. معي بتقول هيك لصوت جميلة؟ ليه لفردون؟ ليه لفردون؟ فردون يا جميلة البابا. عجبك؟ عجبك؟ شفتي؟ الولاد بحبوك أكثر مني. الولد بحب يلي بحبه. بس أنا ما بحبهم؟ بلا أكيد بتحبهم، بس أنا بحبهم أكثر منك. لا مش مظبوط. لأنه أنا بحبهم وبحب يلي بتحبهم. أستاذ شو صار لك؟ جميلة، صدقيني هي الحقيقة. أنا بحبك من زمان. وكتمت حبي كل عمري بقلبي حتى ما أخرب بيتي. هلا اخترب البيت ما بقى في شيء، لازم لك الحقيقه جميلي. انا بحبك صدقيني. ايه استاذ بس انا مجوزه ومطلقه. ايه وانا مجوز ومطلق صارت بصره. طبعا كلامك هذا عم بخليني استحي. جميلي انا بحاجه لك صدقيني. جميلي انت الوحيده اللي بتفهميني، بتفهمي شغلي، بتفهمي مجتمعي، بتفهمي كل شيء عني. وبعدين الاولاد بحبوك وانا بحبهم. اتفقنا. طيب خليني افكر. لا بتمنى عليك ما تفكري، لانه بعمره ما واحد فكر وتجوز. قولي ايه؟ قولي ايه؟ بفهم من كلامك انه عم تطلب ايدي. ايدي؟ ليش ايدك؟ عم بطلبك كلك على بعضك. سمي ايدك انا. رح لعنك اجي الولاد. اهلا وسهلا. اهلا فيكم. طبعا حبيبتي اهلا. شو خير ان شاء الله بقى رجعتوا؟ شو في؟ بابا عندنا فكره فيها الاولى. طبعا قول. نحن اتفقنا. قولي له انت. طيب نحن اتفقنا بين بعضنا انه بما اننا بنحبها كثير لطون جميله تصدق خليك بمزح، وبما انه نحن معودين عليها بقى ليش ما كل يوم تجي بتسهر عنا بالليل وبتساعدنا بدروسنا؟ يا الله وحيات الله، نفس الكلام كنا عم نحكيه هلا. عن جد؟ ايه. وهي شو قالت؟ وهي قالت انه رح تخلص شغلها هاليومين وتجي تسهر معكم دايما. تعي جميله، تعي جميله، تعي جميله. تعي جميلة، تعي جميلة، برافو. بس لازم تفكر انه كمان طن جميلة عندها شغل. يسقط بابا، يسقط بابا، يسقط بابا، يسقط بابا. تعي طن جميلة ويسقط بابا، ما هيك؟ طن جميلة حبيبي من حسابك كل جمعة بدنا نروح محل على البحر وعلى الجبل. تكرم عينك بنروح وعلى مدينة الملاهي. بنروح بنروح على التلفريك كمان. لك على مالكم عليا وانا وين بشوفها؟ انت بتشوفها بالمكتب وبس، بالبيت إلنا. حبيبي طيب يلا روح فركوا على وقت ولا شوف. يلا يلا وين؟ هلا بونوي. بونوي حبيبي بونوي. البونوي بس لطون جميل والبابا لا، ما هيك؟ روح على يوم. جميلة ضحك. ليك العفورة هاي البابا كسر جميلة ضحك. بابا كسر جميلة ضحك. الله يخلي لك اياهم بجنن. لك الله يخلي لي اياهم ويخلي لي اياك انت كمان. طيب هلا اذا بتوصلني بكره بقول لك شو قررت. بس بكره بكره. خلص بكره. حط ايدك على شويربك لصدي. شو؟ على شويربك. انا تذكرت وقت كنت بالمكتب وقت عملتي جميل وعملتي شو؟ تذكرتي؟ ايه مرغوب. قالك ايه جميل. يلا. يلا تفضلي، تفضلي روح. شو عم تعملوا هون؟ انتوا هون بعدكم بالعادة هاي؟ يلا فوتوا نيموا حتى وصلت لون جميل وارجع. ما راح ننام لحتى ترجع. ايه. يلا فوت. بونوي. بونوي. اخ من اولادي. مين هيدي يا بابا؟ سكرتيرة بابا. سكرتيرة يا بابا؟ I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me.